في مصر شوارع تغلي وفتاوى على الطريقة القرضاوية. جيشنا الباسل يواصل عملية التطهير ويكشف المزيد من أدوات إرهابهم. I think the Home Secretary and her team and our embassy and everyone involved in this has done an excellent job. والسلطات البريطانية ترحل أبي قتادة وبدء محاكمته بالأردن. نشرة الأخبار من تلفزيون الدنيا في دمشق. السلام عليكم ورحمة الله. مصر على صفيح ساخن بعد ارتفاع عدد قتلى المواجهات الأخيرة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه إلى 36 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للخروج بمليونية حماية شرعية للشارع ردا على حالة الاستنفار التي أعلنها الإخوان المسلمون ودعوتهم للتصعيد بناء على فتاوى قرضاوية. في مصر اليوم حرب الشوارع باتت العنوان الأبرز، مخاض الثورة المصرية ما زال يرخي بظلاله على ثوارها. 36 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح حصيلة يوم دام شهدته مصر بالأمس، في وقت تستمر جماعة الإخوان بإشهار سلاح العنف ورفض الحوار الوطني وادعاء سلمية تحركاتها ضد ما أسمته انقلاباً عسكرياً. أمام انقلاب عسكري لا نقر به ولا نعترف به ولا نتعامل معه ولا نجلس معه للتفاوض إلا بعد تصحيح هذه الجريمة النكراء، ليست في حق الرئيس مرسي ولا في حق الإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة، لكن في حق إرادة الشعب المصري التي عبر عنها من خلال صناديق الاقتراع. تحركات بالجملة دأبت الجماعة على خوض غمار دمويتها في أنحاء متفرقة من البلاد بانقلاب واضح على مطلب الأغلبية الشعبية الساحقة الرافضة لاستمرار الرئيس محمد مرسي في الحكم، وسط تضارب في الأنباء حول تكليف منسق جبهة الإنقاذ المصرية محمد البرادعي رئاسة الحكومة الجديدة. دعم متظاهري ميدان التحرير تكليف محمد البرادعي لترأس الحكومة المؤقتة حاز على التأييد الكبير في ميادين ثورة 30 من يونيو لقناعتهم بقدرة البرادعي على تحقيق أهداف الثورة المصرية. دكتور البرادعي ممتاز وخبرة كويسة وكل حاجة، لكن احنا اقتصادنا تعبان، احنا في مرحلة حرجة جدا، فعايزين حد يكون فاهم البلد، ممكن يشغل مصانع ويجيب استثمار، يكون عارف كل بؤرة في مصر. أنا عايزة حد خبرات، مش عايزة حد جديد يتعلم فينا تاني. البرادعي هو أحد الوطنيين اللي شاركوا في الثورة من بداية ثورة 25 يناير، وهو راجل يعني ما حدش يقدر يشكك في وطنيته، وحارب كتير عشان خاطر الثورة تستمر وتفضل مستمرة. ويبدو أن أبواب مكتسبات الثورة وحمايتها بدأت تفتح، حيث كشفت مصادر قضائية مصرية رفيعة المستوى أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية اتهام محمد مرسي ومحمد بديع مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة بالخيانة العظمى والتخبر والإرهاب والتحريض على القتلى. وفي التحريض الطائفي ما بدأت دلالاته تظهر باغتيال رجل دين قبطي برصاص مسلحين في منطقة العريش شمال سيناء قرب أحد الكنائس، ليخرج شيخ الفتنة بعمامته الملوثة بخزي السولار والعار يوسف القرضاوي وبلغة تحريضية فتنوية، ويؤكد بفتوى جديدة على وجوب تأييد الرئيس محمد مرسي والإبقاء على الدستور وضرورة تعديله، كما وجه دعوة للسيسي ومن معه للانسحاب من أجل الحفاظ على الشرعية. وفي شرعية القرار المصري في اختيار مستقبل البلاد رؤية صائبة في التواجد في ميادين ثورة مصر، وجد فيها عشاق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية سبيلاً لاستكمال ثورتهم بعودة المصريين إلى الشوارع اليوم تلبية لنداء الدفاع عن الشرعية الشعبية والشبابية والاحتشاد الفوري في كل ميادين مصر
يوم كسابقه من مليونيات مصر عساه وغيره خيرا على حاضر ومستقبل مصر. هلل المتظاهرون في ميدان التحرير بعد أن أعلن على وسائل الإعلام المصرية عن استلام محمد البرادعي رئاسة الوزراء، إلا أن أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس مصر أطل لينفي الخبر، وما زال الشارع المصري ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة. لم يتحدد بعد اسم رئيس الوزراء الجديد في مصر، وذلك بعد أن راجع على نطاق واسع اسم محمد البرادعي لتولي المنصب حسب ما ذكر التلفزيون المصري. وكانت وكالة أنباء رسمية قالت في وقت سابق إن الرئيس المؤقت عدلي منصور استقبل البرادعي وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة التنفيذية خلال مرحلة انتقالية يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية وفقاً لخارطة المستقبل التي أعلنها الجيش، لكن الوكالة عادت وتراجعت عن هذا الخبر. السيد الرئيس التقى عدد من الشخصيات أبرزهم الدكتور محمد البرادعي، والمشاورات لا تزال مستمرة. نحن في مرحلة ليست فيها محاصصة ولا قبول لأي ضغط أو ابتزاز من أي طرف سياسي. وكان مسؤولون وأجهزة إعلام رسمية مصرية قد ذكروا أنه وقع الاختيار على الدكتور محمد البرادعي لشغل هذا المنصب، إلا أنه يبدو أن اعتراض حزب النور السلفي على هذا الاختيار أدى إلى تراجع الرئيس المؤقت عدلي منصور عن المضي في تكليف البرادعي. ويتهم حزب النور البرادعي بأنه علماني، ويرى أن هذا التوجه العلماني يتعارض مع رؤية الحزب الإسلامية. ويحظى البرادعي بثقة المجموعات الشبابية الثورية ومن بينها حركة تمرد. لا فرحان سعيد، الحمد لله مشينا خطوات حلوة جدا وقطعنا شوط كبير جدا، فاضل بس الناس تستمر في الميادين عشان نكمل، وأنا مبسوط جدا بخطوة الدكتور البرادعي. وفي الوقت نفسه أثار اختيار البرادعي ترحيبا واسعا من قبل الحركات الثورية والوطنية، بالإضافة لأحزاب الكتلة المدنية. فبمجرد إعلان توليه رئاسة الحكومة سادت حالة من الفرح بميدان التحرير، وأطلق المئات من المتظاهرين الألعاب النارية والزغاريد احتفالا بالبرادعي مرددين الأغاني الوطنية. وبعد التراجع عن هذا الاختيار الشارع المصري في انتظار. ولد الدكتور محمد البرادعي في 17 من يونيو حزيران عام 1942 في القاهرة، وقد سار على خطى والده المحامي الذي كان أيضا نقيبا للمحامين، فحصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1962. وفي عام 1964 التحق بالعمل الدبلوماسي وعمل في جنيف ونيويورك، حيث حصل على دكتوراه في القانون الدولي وقام فيما بعد بتدريسه، كما كان عضوا في الفريق المفاوض الذي شارك في مباحثات كامب ديفيد التي أسفرت عن معاهدة سلام مع الكيان الإسرائيلي. وفي عام 1980 بدأ عمله في الأمم المتحدة وأرسل إلى العراق بعد حرب الخليج الأولى لتفكيك البرنامج النووي العراقي. وفي عام 1997 تولى منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو المنصب الذي حقق له شهرة دولية، كما جعله في موقع الخصم لواشنطن بشأن العراق ثم إيران. يشتهر محمد البرادعي بصراحته وانتقاده لسياسة المعايير المزدوجة التي يتهم بها القوى التي تملك سلاحا نوويا وتسعى لمنع غيرها من الحصول عليه. وقبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أثار غضب واشنطن بتشكيكه في امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل، وبعد حصوله في عام 2005 على جائزة نوبل للسلام قلد البرادعي عام 2006 قلادة النيل، أرفع وسام في مصر. ومنذ بداية الثورة ضد نظام مبارك توجه البرادعي إلى ميدان التحرير حيث وعد ببداية عهد جديد. على وقع التوتر السياسي في مصر تدهورت الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء، حيث وقع تفجير في خط الغاز الطبيعي المصري المؤدي إلى الأردن في شبه جزيرة سيناء المصرية. ونقل عن شاهد يسكن في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء قوله في اتصال هاتفي بأنه رأى ألسنة اللهب ترتفع من الخط حوالي 7 أمتار بعد التفجير، وقال السكان بأن التفجير وقع على مسافة كيلومترات من العريش، وبأنه من المرجح أن تكون متفجرات دفنت تحته
واستخدم جهاز للتحكم عن بعد في تفجيرها. من جهة ثانية، أبقت السلطات المصرية على معبر رفح مع قطاع غزة مغلقا لليوم الثالث على التوالي، مانعة سفر أي مواطن أو عودة أي من المسافرين إلى غزة. وأعلنت الحكومة المقالة أن معبر رفح لا زال مغلقا لليوم الثالث دون ورود أي معلومات تشير إلى موعد محدد لفتحه. في هذه الأثناء تواصل قوات الجيش المصري هدم عدد من الأنفاق مقابل أحي البرازيل شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة. كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن تحركات للاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يسمى سياحة الجهاد، مع تزايد الأدلة بتنامي أعداد البريطانيين الذين ينضمون إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا. وقالت الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حثت الاتحاد الأوروبي على تحرك لمواجهة سياحة الجهاد في سوريا، الأمر الذي أدى لمفاوضات بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى تخوفا من شن أولئك المقاتلين لدى عودتهم من سوريا هجمات في أوروبا. وأضافت الصحيفة أن وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية البارونة سعيدة وارسي ذكرت بأن بريطانيا لديها أدلة مؤكدة بأن أكثر من 100 بريطاني يقاتلون في سوريا، إلا أن الخبراء أكدوا أن العدد أكثر من ذلك بكثير. وحدات من الجيش العربي السوري بسطت سيطرتها في الساعات الماضية على منطقة القابون الصناعية قرب دمشق، ونفذت سلسلة من العمليات النوعية والمركزة في المنطقة دمرت خلالها جميع أوكار وتجمعات الإرهابيين وقضت على أعداد منهم غالبيتهم من جنسيات غير سورية وينتمون إلى جبهة النصرة. هذا وقد عمد الإرهابيون إلى طرق شتى لاستكمال كل ما يسهل تنفيذ اعتداءاتهم، وكان في مقدمتها فتح أنفاق بأنواعها، منها ما هو على مسافة طويلة كخطوط للإمداد بالأسلحة والذخيرة القادمة من الغوطة الشرقية باتجاه القابون وبرزة، حيث تم العثور على نفق يمتد على مسافة 250 مترا. دجى الإرهاب سينقشع وستشرق آيات النصر يوما بعد يوم، وما سرت عبرة القصير وغيرها يوما إلى أذهان المعتدين يردد الشعب السوري. منطقة القابون الصناعية التي شكلت على مدى الأشهر الماضية بؤرة إرهاب تغلغلت فيها مجموعات إرهابية معظمها من جنسيات غير سورية احترفت القتل والإجرام. ساعدتها عدة معطيات، منها خلو المنطقة من الأبنية السكنية وكونها تشكل امتداداً للغوطة الشرقية. منطقة القابون الصناعية التي عادت إلى عهدة الأمان بعد أن عاث فيها الإرهاب تخريباً وتدميراً. معامل الكادحين أسكت صوت آلاتها بفعل إرهاب استهدف كل مقومات الحياة والإنتاج، لكن لحماة الديار كلاماً آخر. الإرهابيون عمدوا إلى طرق شتى لاستكمال كل ما يسهل تنفيذ اعتداءاتهم، في مقدمتها فتح أنفاق بأنواعها، منها ما هو على مسافة طويلة كخطوط للإمداد بالأسلحة والذخيرة القادمة من الغوطة الشرقية باتجاه القابون وبرزة، نفق يمتد على مسافة 500 متر ومزود بمختلف وسائل الحياة بالإضافة إلى غرفة قيادة وأجهزة تحكم ومراقبة وأدوات وأجهزة تستخدم في الحفر، عثر عليه الجيش العربي السوري. تم العثور على نفق بطول 500 متر يصل من جنوب محطة الكهرباء في منطقة القابون إلى منطقة عربين ويمر تحت المتحلق الجنوبي. ها هي نهاية النفق تحت المتحلق الجنوبي، حيث تم تفكيك كاميرا مراقبة عائدة للإرهابيين لمراقبة المارة وقنصهم. الكلام واضح، القضاء على شراذم الإرهاب في القابون وبرزة وجوبر سيكون سريعا، وخاصة بعد السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية،
تقول المصادر. خريطة عثرت عليها وحدة من الجيش تكشف خبرة واحتراف الإرهابيين المتمركزين في القابون، لا سيما القناصين منهم الذين أزهقوا العديد من أرواح المواطنين من مدنيين وعسكريين على الطريق الدولي دمشق حمص. الجيش العربي السوري قادم ولن يقف في وجه واجبه الوطني في صون الأرض والعرض أي شيء، والعبرة في قادمات الأيام يؤكد السوريون. أكد صحفي البلجيكي غريس جانسون في تقرير أعده عن تحرير مدينة القصير بأيدي الجيش العربي السوري من دنس الإرهاب والإرهابيين وتحالفي جبهة النصرة الإرهابية وميليشيا الجيش الحر في 5 حزيران الماضي. أكد أن المجموعات الإرهابية المسلحة تعرضت لهزيمة وانتكاسة كبيرتين مع استعادة الجيش السوري للسيطرة الكاملة على مدينة القصير من خلال عملية عسكرية ناجحة، ما دفع بالإرهابيين إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة من خلال تدمير ما تبقى في المدينة من الممتلكات الخاصة أو جعلها أماكن اختباء. وأوضح جانسون الذي زار مدينة القصير في 22 حزيران الماضي بعد تحريرها والتي حظيت باهتمام نشرات الأخبار العالمية خلال الأسبوعين الماضيين، وقال إنه نظرا لأهمية المدينة الاستراتيجية وضعت الميليشيات المسلحة خطة للسيطرة على القصير واستخدامها كنقطة انطلاق لشن المزيد من الهجمات والقيام بأعمال إرهابية ابتداء من شباط عام 2013، واستخدمت فيها تكتيكات طبقت سابقا في مناطق أخرى من سوريا وبشكل خاص في درعا الواقعة بالقرب من الحدود الأردنية. إلى ذلك تواصل وحدات من جيشنا الباسل عمليات تطهير الأرض السورية من دنس الإرهاب، وفي حمص يتابع جيشنا الباسل تقدمه في أحياء المدينة القديمة وملاحقة فلول جبهة النصرة وغيرها من التكفيريين الإرهابيين. أمامنا الآن هو ملجأ الخالدية، هو يتوسط منطقة الخالدية، القوات تتواجد في محيط هذا الملجأ لتطهيره من المجموعات الإرهابية المسلحة. أيضا حديقة النور هي أمامنا تماما، تم تطهيرها، كانت مركز المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا الشارع الذي أمامنا هو الشارع الذي يصل يعني إشارة جامع خالد بن الوليد بدوار القاهرة، تم تأمينه على الطرفين على أيادي أبطال الجيش العربي السوري. العملية الآن مستمرة لتطهير باقي الكتل والأبنية التي تتمركز بها هذه المجموعات. نحن الآن داخل جامع النور، هذا الجامع الذي كان مركز المجموعات الإرهابية المسلحة قبل تطهيره على أيادي أبطال الجيش العربي السوري. المجموعات الإرهابية المسلحة قبل إلحاق الدمار في هذا الجامع قامت بسرقة كافة محتوياته، ومن ثم قامت بتفجير باب هذا الجامع وإلحاق دمار كبير داخل هذا الجامع. أينما تجولنا في منطقة الخالدية وفي الكتل والأبنية التي تم تطهيرها على أيادي أبطال الجيش العربي السوري، صور الدمار والخراب منتشرة بشكل كبير، بالإضافة إلى عبوات الموت التي زرعتها هذه المجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى شعاراتهم، شعارات تنظيم القاعدة منتشرة على الجدران، بالإضافة إلى الأعلام التي رفعونها. ولكن تم القضاء على عدد كبير من هذه المجموعات داخل الأبنية والكتل التي تحصنت بها. نحن في أحد الأماكن التي كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تستخدمها في منطقة الخالدية كسجن من أجل المخطوفين. هذا المكان هو تحت الأرض في قبو في أحد الأبنية، أيضا يعني كان هنا يوجد عدد كبير من المخطوفين. الشعارات على الجدران تدل على إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة وإلى ما ينتمون إليها. قتلى بالعشرات للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الخالدية، عدد كبير من الكتل التي تم تطهيرها. في بداية التقرير كنا قرب ملجأ في الخالدية، الآن تم تطهير هذا الملجأ وقوات أبطال الجيش العربي السوري تم السيطرة عليه وتم الانتقال إلى الكتل التي تليه. هنا التقدم كبير لأبطال الجيش العربي السوري في منطقة الخالدية، معنويات المجموعات الإرهابية المسلحة منهارة تماما، هم يفرون بشكل كبير إلى ويتراجعون إلى الخلف، ولكن تتم ملاحقتهم والقضاء عليهم على أيادي أبطال الجيش العربي السوري. من أحد أحياء الخالدية، كندا الخضر لأخبار الدنيا.
وفي ريف بانياس بمحافظة طرطوس ألقت وحدة من الجيش القبض على عناصر إحدى المجموعات الإرهابية الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة. ألقت الجهات المختصة بطرطوس القبض على ما يسمى قائد كتيبة فجر الإسلام المدعو بلال عبيد، وعلى المنسق الإعلامي لتنسيقيات بانياس المسلحة المدعو محمد صلاح الدين عيروط والمعروف بأبو صلاح، وذلك من خلال عملية رصد ومتابعة استمرت لعدة أيام. وبينت المصادر أن صلاح وبلال كانا يتواصلان مع الفاري أنس عيروط في تركيا وإرسال المقاطع والصور إليه لتبث عبر الأقنية الفضائية، وكان يراقب الحواجز بالكاميرات على مدار الساعة وضبط التحركات قبل قنص العناصر بالتنسيق مع المدعو بلال. تم مداهمة الوكر الذي كان يقيم فيه الإرهابي محمد صلاح الدين عيروط، وتم إلقاء القبض عليه ضمن وكره ومصادرة المواد التالية كانت موجودة في الوكر الإرهابي. من هذه المواد عملية سورية وعملات متنوعة، أجهزة موبايلات، كاميرا تصوير، أجهزة لابتوب مع معداتها، أرشيف كامل للسيديات التي كان يصورها ويفبركها ويرسلها للمحطات المغرضة، أجهزة اتصالات متطورة. كما تم إلقاء القبض على 13 مطلوبا شاركوا في العمليات الإرهابية ضد الجيش وعلى الحواجز والمدنيين في مدينة بانياس ريفا ومدينة. وتم ضبط العديد من الوثائق والأجهزة المتطورة وعبوات من مادة السيفور الشديدة الانفجار وعملات عربية وأجنبية وصواعق وأجهزة رصد وحواسيب وأدوية مخدرة وسكاكين. هذا ولا زالت التحقيقات جارية مع المقبوض عليهم. طرطوس لقناة الدنيا، هيثم يوسف. افتتح المعهد القضائي في دمشق أعمال دورته السابعة برعاية وزير العدل نجم الأحمد والمفتي العام للجمهورية العربية السورية سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون. وقال سماحة المفتي في محاضرة ألقاها أثناء افتتاح الدورة إن الطائفية كذبة سياسية لبست ثوبا دينيا، وإن سوريا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا يجب أن ندافع عنها، وتلك مسؤولية الجميع لأنها أرض مقدسة ومباركة من السماء. وفي موضوع القضاء والعدل أكد المفتي أن العدل يبدأ بالإيمان، وأن المسؤولية تبدأ من المؤسسة القضائية لأنها تراقب المؤسسة التشريعية، مناشدا الجميع بأن يخرجوا من أجواء الصراع على المناصب إلى العمل الفعلي والانتقال بالقضاء والعدل لكي يكون رسالة لا وظيفة. فإذا استطعتم أنتم أن تصوغوا من الماضي وآلامه شفاءً وعطاءً ودواءً للمستقبل فتابعوا المسيرة، وإلا فسوريا ستبقى لأنها مباركة من السماء، والتاريخ سيسجل على كل قاض جلس على كرسي وكل وزير دخل في منصب وكل رئيس وكل إمام وكل مفتن، سيسجل تاريخ سوريا ماذا فعلوا وماذا عملوا. والمسؤولية اليوم تبدأ من أيديكم أنتم الذين تراقبون المؤسسة التشريعية وتحكمون على المؤسسة التنفيذية. نحن اليوم كمؤسسة قضائية يجب أن يكون لكم هيبة في العدل حتى يحس الناس بالأمن، وأن تعلموا أن رزقكم وأعماركم لا يستطيع أحد في الكون أن يصل إليها. ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغاه، ويحك كلها بعدل وحق ولا تأكلها بظلم. أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام ضرورة العمل على مواجهة مشاريع التقسيم والتفتيت التي تستهدف حاضر الأمة العربية ومستقبلها، في ظل تحول الجامعة العربية إلى أداة تديرها مشيخات الخليج خدمة لأجندات خارجية. وأشار اللحام خلال لقائه وفدا شعبيا جزائريا يضم شخصيات سياسية وأكاديمية وعلمية
إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ومسيرة الكفاح الطويلة التي خاضها الشعبان السوري والجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، لافتا إلى أن السوريين يتعرضون منذ أكثر من عامين لإرهاب دولي منظم تنفذه مجموعات إرهابية مسلحة مدعومة من الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري ودول الرجعية العربية. وبيّن اللحام أن الجامعة العربية تخلت كليا عن القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لتتحول إلى أداة دعم للإرهابيين في سوريا والتحريض على التدخل العسكري الخارجي فيها. من جهته أكد الدكتور عبد المجيد حامدي رئيس الوفد تضامن الشعب الجزائري بفئاته كافة ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في وجه ما يتعرض له من مؤامرة تستهدف دور سوريا القومي العروبي المقاوم. أولا رسالة نحملها للبرلمان هو أولا رسالة التضامن مع الشعب السوري، أننا كشعوب عربية اليوم نعي جيدا ما يحاط وما يحاك لسوريا اليوم والمؤامرة التي تحاك ضدها. زيارتنا كانت هي تضامن وتعبير عن وعينا التام لما يجري مع الشعب السوري، كنا نقول لهم أننا معكم وما يهمكم يهمنا وما يخصكم يخصنا، وكل ما يعني القضية السورية نعتبره جزائريا بالدرجة الأولى. احنا رسالتنا لكل الشعب السوري نحن معاه ونحن حاسين بالإحساس اللي هو حاسه، لأن نحن في الجزائر عشنا المرحلة هذه اللي تعيشوها أنتم منذ 91 إلى 99. أمنياتنا أنه ربي يخفف عليكم ويسرع بنهاية الأزمة، وأنا في توقعاتي الأزمة هذه بقالها حوالي 6 أشهر على أكثر تقدير. أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الحكومة ملتزمة بكل واجباتها تجاه المواطنين وتدعم المشتقات النفطية والمواد التموينية بأضعاف ما كانت عليه تدعمها سابقا. وقال الحلقي أمام المؤتمر العام لفرع نقابة أطباء دمشق: لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 2 سنين، لكننا نقوم باستيراد القمح والطحين بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية على الصوامع والمطاحن والتي أدت إلى خروج أكثر من 40% من المطاحن عن الخدمة، لافتا إلى أن القطاع الصحي لم يكن بمنأى عن الاستهداف ككل القطاعات الخدمية والاقتصادية من خلال الاعتداءات الإرهابية على المؤسسات الطبية والمستشفيات، إضافة إلى التضليل الإعلامي الذي تناول الأطباء. وخلال المؤتمر افتتح رئيس مجلس الوزراء النافذة الواحدة في فرع نقابة الأطباء لتسهيل معاملات ووثائق الأطباء وتبسيط الإجراءات. اليوم ما تم افتتاحه في نقابة أطباء دمشق جانب بيسهل وبيبسط هندسة الإجراءات بالنسبة للزملاء الأطباء من خلال تسهيل الإجراءات فيما يتعلق سواء كان في الجانب المالي أو في الجانب الإداري. يعني اليوم الطبيب لما بيحتاج أي وثيقة من نقابته ما عليه إلا أن يأتي إلى هذه النافذة ويقف بضع دقائق حتى يحصل على المطلوب، سواء كان من وثائق مالية أو من وثائق إدارية تتعلق في كل ما من شأنه، يعني انتسابه للنقابة، انتقاله من فرع لفرع، تسجيله وإعادة تسجيله. كل هذه الإجراءات أصبحت متاحة للطبيب بأقل وقت ممكن وبأبسط الإجراءات. أنا بعتقد هذا عمل كبير عم تقوم فيه نقابة أطباء دمشق، وهذا ليس بغريب، إضافة طبعا لكل النشاطات الأخرى التي قامت بها النقابة في ظل الأزمة. هذا بدل على أن الحياة تستمر، على أن عملية البناء تستمر، عملية التطوير والتحديث هي مستمرة في كل مؤسساتنا. لم يكتفي إرهابيو حلب باستهداف الأحياء الآمنة بقذائف حقدهم وغدرهم، بل يحاولون اليوم قطع سبل الحياة عبر استهداف إمدادات المواد الغذائية القادمة إلى حلب. صمود أسطوري، هذا ما تسطره مدينة حلب وأهلها الشجعان. رغم كل التحديات والظروف المحيطة، بقيت حلب وسكانها الصامدين متمسكين بوطن عظيم وجيش عظيم. ما عجز عن تحقيقه إرهابيو الحرية المزعومة من خلال القتل والتدمير والخطف والتنكيل، وما عجز عنه أردوغان وعصابته عبر سرقة معامل حلب وتدمير أسواقها ونهب منازل أهلها، يحاولون اليوم تحقيقه عن طريق استهداف قوافل الإمدادات القادمة إلى حلب وأفراغ أسواقها من كل شيء، وخصوصا المواد الغذائية، في محاولة لتجويعهم وثنيهم عن صمودهم. الله لا يوفي المسلحين، الله ينتقم منهم يا رب،
حرام بقى البقدونس 35 ليره كيلو خيار ما بتاكل ب 80 وب 100. انا حريه اللي عم طالبوا فيها. هذا موت الشعب هنا. والله الخضره ما في خضره اولا، بعدين الخضره المدوجه دي عم بيستغلونا فيها وعم تنباع باعلى الاسعار. يعني الخيار 150، بندوره 150، يعني ايش بدك اقول لك؟ الصبح سعر شكل، مساء سعر شكل. تاخذي 2000 ليره، تاخذي 2000 ليره معك، انا اخذي 2000 ليره ونازله، ايه بنت جوزي؟ ما جبت طبختي. 1300 اللحم شلون بدنا ناكل؟ 1300 كيلو لحم هيك قدها. مسلحين اول شيء قطعوا اليوم بالذات، انقطع كل الخضره والاكل والشرب عن محافظه مدينه حلب بالذات، بده يجوعوا العالم، بده يجوعوا الناس. والله لا اخوي ايه ما في رزق اليوم، ما في بضاعه، ايه ما في شيء. لا لانه ما في سوق، الطريق مسكر وهيك مقطوع. نحن العالم محروم الفواكه كله، نحن شعب حلب كله محروم الفواكه بسبب مسلحين. مرحبا. اهلا، يعطيك العافيه. اهلين. شلون الخضره رخيصه اليوم؟ لا والله شيء بالنار. هذا الخيار ب 75 وهذا ب 150، وكله يا فقره. هي حلب، شهباء سوريا ودرتها. حلب هذه لن تكون يوما لقطاع طرق. حلب هذه التي يحاول الإرهاب حصارها اليوم لن تتنازل، وستكرس صمودها ولو تحت الجوع والعطش. أقامت مؤسسة بصمة شباب سوريا ندوة في مكتبة الأسد بدمشق تحت عنوان تفعيل دور المجموعات الشبابية في ضبط الأسعار لتلبية احتياجات المواطن السوري. في ظل الظروف الراهنة والغلاء المعيشي الذي تشهده سوريا، أقامت مؤسسة بصمة شباب سوريا الأهلية ندوة حول تفعيل دور المجتمع الأهلي والشبابي في ضبط الأسعار وحماية المستهلك في مكتبة الأسد بدمشق، وذلك بحضور عدد من معاوني الوزراء المعنيين بشكل مباشر في رفع سوية المعيشة للمواطن. الذين شاركوا بهذه الندوة قدموا أفكار عملية تتعلق بآلية إيصال المنتج إلى المستهلك والدور التفاعلي لكل من الدولة عبر مؤسساتها، والمواطن أيضا عبر اهتمامه ووطنيته وانتمائه وحرصه. هن كفريق شباب ما فيهم أي تغزو أي إجراءات قانونية بحق المخالف. المخالف نحن عندنا دورياتنا هي عندهم بحق لهم قانونا نظم ضبوط ويتغزو بإجراءات القانونية بحق أي مخالف. هذه الدوريات وهذه الجهات لا يمكنها بشكل مطلق معالجة كافة هذه المخالفات، لذلك وأنا ضمنيا يعني سواء بشخصية اعتبارية أو بشخصية نفسية أرحب بالعمل الجماعي والعمل الشعبي. ما سمعته أنا الآن سمعت عن ما تقوم به الحكومة في الحالات العادية، هل هذا هو المطلوب اليوم من هكذا حكومة؟ يجب أن توصف أنها حكومة حرب، يجب أن تقدم إجراءات سريعة لكي تضبط هذه الأسعار إلى حدها الأدنى، لأنه بالأخير في مواطن لديه دخل وعليه أن يؤمن حاجات الأساسية بما يتناسب مع هذا الدخل اللي عم يقدر المتاح. احنا كشباب عنا قوة، عنا طاقة، عنا قدرة، كثير حابين نساعد وحابين نوقف بجنب المواطن بهالظرف. يعني كلنا بنعرف وحاسين بالوضع وبنعرف شو يعني يكون المواطن محارب بقوة يومه. لا تزال موجة ارتفاع الأسعار ترخي بظلالها على حياة المواطن السوري، فهو يواجه مع قرب شهر رمضان عبئا جديدا، ومن هنا ترتفع الأصوات المطالبة بإيجاد حل لضبط ذاك الغلاء الفاحش. الأزمة في سوريا أبرزت دوراً جديداً للشباب، فمنهم من حمل السلاح وانضم إلى جيش الوطن، ومنهم الآخر من نزل إلى الساحات ليؤدي واجبه الوطني على أكمل وجه. واليوم تضاف مهمة جديدة للشباب تمثلت من خلال هذه الندوة في إبراز دور الشباب في ضبط أسعار المستهلك تماشياً مع احتياجات المواطن السوري. لأخبار تلفزيون الدنيا، لين طربيشي، مكتبة الأسد، دمشق. ورجع
وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية لأبي قتادة الذي يوصف بأنه الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة الإرهابي وسفير أسامة بن لادن الزعيم السابق للتنظيم في أوروبا، والذي وصل في وقت سابق اليوم إلى عمان إثر ترحيله من بريطانيا. الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة الإرهابي وسفير أسامة بن لادن في أوروبا يرحل إلى الأردن. أبو قتادة واسمه الحقيقي عمر محمود محمد عثمان، المولود في عام 1960 بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية، والذي يحمل الجنسية الأردنية، غادر بريطانيا على متن طائرة عسكرية أقلعت من قاعدة نورثولد العسكرية غرب لندن إلى الأردن لتتم محاكمته في الأردن بتهم تتعلق بالإرهاب. وفيما كان أبو قتادة يواجه التهم بالإرهاب في محكمة أمن الدولة في الأردن، اعتبرت بريطانيا أن ترحيله يكرس نهاية الجهود التي بذلت منذ عام 2001 للتخلص منه. أعتقد أن ما قامت به وزيرة الداخلية وجميع المعنيين عمل ممتاز، وكان يجب على هذا الرجل أن يغادر بلادنا، وكان يشكل تهديدا خطيرا لنا، فكان لابد من ترحيله. لقد تلقينا ضمانات إضافية، وأنا ذهبت إلى الأردن وحصلت على مزيد من الضمانات من الحكومة الأردنية، وكل الأدلة موجودة، وسيتم التصديق على معاهدة التسليم من كل البرلمانات، وهي الآن بحيز التنفيذ. مراقبون أبدوا استغرابهم لبقاء أبي قتادة في بريطانيا طوال هذه المدة وعدم محاكمته مع أقرانه من المتطرفين الإسلاميين المنتشرين في عدد من الدول الأوروبية، على الرغم من وصفه من قبلهم بسفير بن لادن في أوروبا وكونه الزعيم الروحي لمجندي القاعدة الجدد، وسط تساؤلات حول طبيعة العلاقة القائمة بين الدول الغربية والتنظيمات الإرهابية وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بمصالحها. أصيب 3 أشخاص بجروح صباح اليوم جراء انفجار عبوتين ناسفتين في مدينة الهرمل البقاعية شمال شرقي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن عبوة ناسفة انفجرت عند محلة المحطة المدخل الرئيسي للهرمل كانت مزروعة إلى جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة امرأة تستقل سيارة مدنية. وأضافت الوكالة أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت بعد أن حضرت دورية من الجيش للكشف على الانفجار الأول، ما أدى إلى إصابة سيارة الجيب العسكرية وجرح ضابط وجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا وبدأ بالتحقيقات. ونبقى في فلسطين المحتلة، حيث نقلت صحيفة معاريف عن وزير الإسكان الصهيوني أرييل من حزب البيت اليهودي قوله إنه يتوجب بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى. أيضا أضافت الصحيفة أن تصريحات الوزير الإسرائيلي جاءت أثناء مشاركته في مؤتمر عقد في مستوطنة شيلو شمال مدينة رام الله، أكد فيها على بناء عدد من الكنس الجديدة في مواقع مختلفة، وهو تطبيق عملي لسياسة التهويد التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين رغم الدعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات. أقال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الشيخ عثمان بطيخ من منصبه كمفتن للديار التونسية، وذلك بعد رفض الأخير لدعوة الجهاد في سوريا وفضحه لها ودعوته لعودة كل الشبان التونسيين المغرر بهم من أرض سوريا. ورغم أن الرئاسة التونسية التي صدرت بيان الإقالة أمس لم تحدد الأسباب، إلا أن مراقبين وصفوا خطوة المرزوقي بالمتوقعة بعد ربطها بتصريحات الشيخ بطيخ الأخيرة التي رفض فيها دعوات الجهاد في سوريا التي أطلقها عدد من المشايخ في تونس الداعمين لفتاوى الوهابية السعودية، بهذا الصدد ونقده الشديد لانتقال المئات من الشبان التونسيين إلى سوريا للقتال إلى جانب الإرهابيين فيها. عادت ساحة تقسيم من جديد لتتصدر الأحداث بعد قيام السلطات التركية
بتفريق مئات المحتجين الذين حولوا ساحة غيزي، ما أسفر عن مواجهات عنيفة استخدمت فيها من قبل الشرطة التركية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الغاضبين. لا تزال تشهد ساحة تقسيم في تركيا محاولات عدة للعودة إليها، حيث تحدى نحو 3000 متظاهر العنف المفرط من شرطة أردوغان محاولين الوصول إلى حديقة غيزي والاعتصام فيها. الرد كان عنيفا من الشرطة التركية التي أطلقت بدورها الغازات المسيلة للدموع واستخدمت خراطيم المياه لمنع المتظاهرين من الدخول إلى ساحة تقسيم، ونفذت عمليات اعتقال واسعة في أوساط المتظاهرين. وحسب وسائل إعلام فإن المتظاهرين اصطدموا بعناصر شرطة مكافحة الشغب الذين كانوا يقطعون الطرق إلى ساحة تقسيم وأجبروا على التفرق في الشوارع المجاورة. وتأتي هذه التظاهرة تلبية لدعوة من مجموعة تضامن مع تقسيم التي تضم جماعات المعارضة والتي دعت لمسيرة لدخول حديقة غيزي اليوم ومعاودة الاحتجاج فيها. وكان حاكم إسطنبول حسين مولتو قد أصدر تحذيرا شديد اللهجة، حذر قبل ساعات من مغبة تحدي قرار منع التظاهر والتجمع في ساحة تقسيم، مؤكدا أن الشرطة ستمنع أي تجمع للمحتجين هناك. وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في وقت سابق عن اعتقال 939 شخصا في 30 محافظة شهدت احتجاجات مناهضة لحكومة أردوغان بعد أن انطلقت الشرارة الأولى للأحداث من مدينة إسطنبول التي شهدت مظاهرات رافضة لإقامة مركز تجاري في مكان حديقة عامة في ميدان تقسيم وسط المدينة، والتي تحولت بعد ذلك لصدمات دموية ضد سياسات أردوغان. لقي شخصان مصرعهما وأصيب العشرات في تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. وأشار مصدر في مطار سان فرانسيسكو إلى أن الطائرة التابعة لشركة كورية وهي من نوع بوينغ 777 كانت قادمة من مطار العاصمة الكورية سول، وعلى متنها 307 مسافرين مع طاقم الطائرة. وأثناء هبوطها في مطار سان فرانسيسكو تحطمت الطائرة واشتعلت نيران في أجزاء منها، ولقي صينيان مصرعهما في حين أصيب 182 مسافرا ووصفت حالة 10 منهم بالخطيرة. دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الأساقفة إلى شراء سيارات متواضعة، وذلك في إطار توجهه إلى تحويل الكنيسة لتركز بشكل أكبر على الفقراء. ونقلت رويترز عن البابا فرانسيس قوله أمس إنه يتألم لرؤية رجال دين يقودون سيارات فارهة، ودعاهم إلى شراء سيارات أكثر تواضعاً. أضاف للقساوسة الشبان والمتدربين والراهبات في كل أنحاء العالم أن امتلاك أحدث الهواتف الذكية أو الكماليات الفاخرة ليس الطريق إلى السعادة. يؤلمني أن أرى كاهناً أو راهبة في أحدث السيارات، لا يمكنكم أن تفعلوا ذلك. وتابع البابا فرانسيس: السيارة ضرورية للقيام بأعمال كثيرة، لكني أرجوكم أن تختاروا سيارة أكثر تواضعاً. إذا أردتم سيارة أكثر رفاهية ففكروا فقط في عدد الأطفال الذين يموتون من الجوع في العالم. ومنذ اختياره لمنصب البابا في آذار الماضي خلفا للبابا بنديكتوس 16، خرج البابا فرانسيس من مكتبه واختار أن يعيش في دار للضيافة في الفاتيكان بدلا من العيش في المساكن البابوية الفاخرة. قبل الختام مشاهدينا، بقي أن نذكركم بأبرز عناوين نشرتنا. في مصر شوارع تغلي وفتاوى على الطريقة القرضاوية. جيش الباسل يواصل عملية التطهير ويكشف المزيد من أدوات إرهابهم. I think the Home Secretary and her team and our embassy and everyone involved in this has done an excellent job. السلطات البريطانية ترحل أبي قتادة وبدء محاكمته بالأردن. ختام هذه النشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.